بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net، ونكمل السلسلة بتاعتنا اللي يحدد هدفك واعرف طريقك. موضوع فيديو النهاردة على الإعلانات في الفلاش، أو طريقك في الإعلانات في الفلاش. إزاي أعرف أعمل إعلان في الفلاش؟ إزاي أقدر أجذب المشاهد ان يشوف الاعلان بتاعي لغايه الاخر، سواء كان قصير او طويل؟ وازاي هي ايه هي الرولز اللي امشي عليها؟ الموضوع جديد، الموضوع جديد جدا في العالم العربي، ويمكن ناس كتير قوي قوي مش عارفاه. خليني نتكلم بقى باستفاضه شويه وفي نفس الوقت بسرعه، علشان اقدر اعمل اعلان ناجح داخل الفلاش لازم اراعي شويه حاجات. هقول لك والله دي نصايح، هقول لك نصايح كده هامة جدا لعمل اعلان في الفلاش. اول حاجة، حدد هدف الاعلان بالظبط. ايه هو هدف الاعلان بتاعك؟ والهدف ده هيجي من طريقة الاعلان نفسها. يعني ايه؟ اقول لك والله انت شوف الاعلان بتاعك، ان كان جيمز او فورمز او اكسباند او ايه بالظبط، ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ وليد؟ اقول لك والله، اقول لك الجيمز انك بتشوف ساعات كده اضرب 5 ايباد مثلا وخش بعد كده يدخلك على الموقع، تمام؟ دي عبارة عن جيمز بسيطة قوي بطريقة الهيد، اللي هي تضرب مثلا حاجة يقوم يعمل لك حاجة معينة. او الفورمز اللي انت مثلا بتلاقي الاعلان بتاعك عبارة عن صورة لما تيجي ناحيتها بالماوس تتقلب فورم، تقول لك اكتب ايميلك مثلا واسمك، وبعد كده هم يبتدوا يرسلوك. او الاكسباند اللي هي الاعلانات اللي انت لما تيجي تبص مثلا على المواقع الكبيرة، تبص تلاقي في اعلان فوق كده، تيجي تروح عليه بالماوس ليه كبر، او تضغط عليه ليه كبر كده وظهر لك حاجات كده فيها فيديو وحاجات كتير. اقول لك ده الهدف من الاعلان بتاعك. شوف انت هدفك ايه من الاعلان بتاعك، بناء على الهدف ده تبدأ تحط المحتويات بتاعتك في داخل الاعلان. تاني حاجة، معرفة قواعد النشر. يعني انت عايز تنشر على جي اف اكس اكاديمي مثلا، او على ياهو، او على الام اس ان، او على الهوت ميل، او على اي موقع، او جوجل، او الكلام ده. كل موقع من دول ليه رولز او ليه قواعد لازم بتشوفها الاول قبل ما تبدا تعلن. بقول لك انا شروطي كان كذا وكذا وكذا، من حيث مثلا حجم الاعلان، او بالنسبه للفلاش خد بالك حجم الاعلان مهم جدا، يعني كام في كام بالبيكسل، ومساحه الاعلان. لو انت بقى عندك حجم الاعلان زاد عندك 1 كيلو بس، هيرجعوا لك الاعلان ومش هينشروه عندهم. يعني انا ممكن مثلا انشر على الياهو، عايز اعمل اعلان على الياهو. الياهو معروف اسعارهم، والله المقاس كذا يبقى بكذا، والمقاس كذا يبقى بكذا. طيب المساحة بتاعتهم بتبقى كذا في كذا، جميل. طيب حجم الاعلان، تبص تلاقي مثلا محدد لك 40 كيلو مثلا، 40 كيلو ما يزيدش. لو زاد 41 كيلو ما يرفض الاعلان وتراسلهم تاني بقى ولما يردوا عليك، تمام؟ فدي حاجة مهمة جدا. الحاجة اللي بعد كده بقول لك معرفة حجم الإعلان. شوف أنت حجم إعلاناتك كام، الحجم الحملة الإعلانية بتاعتك كام، أو العميل طالب منك حجم الإعلان، تمام، هيبقى كام بالظبط. وبعدين خد بالك إن حجم الإعلان ساعات بيزيد في الشاشات، أنواع الشاشات، إن كان LED أو LCD أو وايد سكرين، بيزيد شوية على حجم على الناشر نفسه، خد بالك من دي. ولازم تتأكد من حجم الإعلان بقدر الإمكان على مختلف الأنظمة. يعني ممكن أنت تشغل على ويندوز يديك حجم ملف، وبعدين لما تيجي تشغله على أبل تبص تلاقي مرحل كيلو أو 2. يعني أنت بتشوف على الجهاز ده وعلى الجهاز ده إيه بالظبط. الحاجة اللي بعد كده بقول لك المعالجة، أهم حاجة في الإعلانات بالفلاش. أنت راجل بتشتغل على الويب، يعني يفرق معاك الكيلو الواحد. يعني ايه المعالجة او الاوبتمايزيشن؟ وفق دايما بين اجمل تصميم واصغر مساحة، ودي معادلة صعبة. دي دايما الجماعة بتوع الديفولبرز او الديزاينرز بتوع الفلاش بيواجهوها في الاعلانات بالذات. عايز تصميم كويس وفي نفس الوقت مساحة صغيرة. اقول لك والله انت لما تخش على الحتة دي لازم تراعي الموضوع ده، وانك تتكلم مع العميل بتاعك او تتكلم مع نفسك شوية في الموضوع ده. تتكلم في العميل بتاعك في ايه؟ قول له يعني حاول تشجعه انه ما يستخدمش صور كتير في الاعلان بتاعه. ان كان جايب لك صور كتير قول له ما تستخدمش صور كتير، هي صورة او 2 بالكتير. تاني حاجة، انت كراجل ديفلوبر او كراجل تفهم فلاش وتفهم انت عايز ايه، لازم تقص الصور بالظبط بالحجم المطلوب منك
قبل ما تدخلها على الفلاش، تخش على الفوتوشوب كده وتظبط صورك، وان كنت مثلا بتعمل اعلان مثلا يعني 720 في 90، ظبط صورتك بالظبط على قد المساحة اللي انت عايزها، ما تجيبش صورة كبيرة وتصغرها جوه الفلاش. ليه؟ لان هو بيقرأ الحجم الاساسي، حتى لو انت عملتها ترانسفورم او حاجة او صغرتها او كبرتها، بتقرأ برضو بنفس المساحة بتاعت الصورة الكبيرة. فظبط صورك الاول، واعمل لها كمان اوبتمايزيشن على الفوتوشوب او على اي برنامج معالجة صور، كان الفاير ووركس بتشتغل عليه او الفوتوشوب، وبعدين ندخلها جوه الفلاش. بالطريقة دي تحصل على اقل حجم للصور. اعمل اوبتمايز للملف نفسه بتاع الفلاش. يعني لما تيجي تفتح الفلاش، انت راجل، انا دلوقتي بتكلم على انك شغال بالفلاش، يعني فاهم انا بتكلم في ايه. لما تيجي تخش على البرنامج الفلاش وعايز تعمل بابلش بقى، انت عندك معالجة، انت عندك معالجة للملفات اللي جوه. يعني انت دلوقتي عالجت الصور بتاعتك في الفوتوشوب وعملتها امبورت داخل الفلاش، خش بقى على الصور نفسها واعمل لها معالجة، اعمل لها معالجة، دبل كليك عليها واعمل لها معالجة، شوف الكواليتي بتاعتها تنزل لكام، تقدر تنزلها لكام، وفي نفس الوقت ما تنزلش قوي الكواليتي بتاعتها، في ما تبكسلش منك. دي حاجة. الحاجة التانية، بعد ما تعمل الموضوع ده للملفات اللي عندك، سواء كانت فيديو بقى او صور او صوت، وانت بتبلش تعمل اوبتمايز تاني لحجم الملف كله، ان كان هتعمل له الكواليتي بتاعته 100% ولا 90% ولا 80%، ابدأ انزل بالكواليتي شوية لحد ما الاعلان يبقى كويس. اوعى يبكسل منك، خلي دايما الاعلان كويس، وفي نفس الوقت تعمله اوبتمايزيشن صح. هو طبيعي كده كده الفلاش بيعمل لك اوبتمايز لاي ملف يخش جواه، بس احنا برضو بنتبع الخطوات دي عشان نطلع الاعلان باقل مساحة ممكنة. الحاجة اللي بعد كده، تجنب طريقة التقريب والتبعيد للصور. يعني ايه الكلمة دي؟ انا بشوف يعني زي مثلا موقع سي جي سوسايتي، ببص الاقي فيه اعلانات يعني تكون مساحتها كبيرة شوية. ممكن هما مفيش مشكلة عندهم في موضوع كبر او صغر الملف، هما مفيش مشكلة معاهم، بس انت تلاقي الصورة كبيرة، مثلا صورة حاجة موديل 3D، وبعدين بيبدأ يطلع او ينزل او الكلام ده، او بيظهر او الكلام ده. الحاجات دي بتبقى طالعة اصلا حجمها كبير الصورة، او صورة مثلا تلاقيها صغيرة كده وتكبر قوي قوي، او كبيرة وتصغر قوي، فاهمني؟ ومن غير ما تبكسل. الكلام ده بيحتاج انك اصلا تدخل الصورة بكواليتي عالي داخل الفلاش. طبعا بتتكلم كواليتي عالي داخل برنامج الفلاش، يعني الصورة هتبقى كبيرة. حاول تتجنب الطريقة دي، إلا إذا لو طلبت منك وشروط الناشر أو المعلن أو اللي يتعين عنده الموقع اللي هيتحط فيه الإعلان ما عندوش مشاكل، خلاص يبقى أنت راجل خدت الأوكي وتبدأ تشتغل عادي. الفيكتور بدل الصور، نقطة مهمة جدا. أنت راجل بتعمل الإعلان بتاعك، وأنت اللي ليك الرؤية بتاعك مش العميل بتاعك، أوكي؟ فأنت العميل بيقول لك والله أنا عايز كذا وكذا وكذا، انت بقى الحاجة اللي تقدر ترسمها، يعني زي لوجو مثلا، اللوجو ممكن تقدر ترسمه فيكتور، هتعيد رسمه على الاستريتور او داخل على طول الفلاش. دايما الفيكتور ما بياخدش مساحات، ودايما الصورة بتاخد مساحة. حاول توفق بين الموضوع ده. اي حاجة ممكن تقدر ترسمها ارسمها، وما تستخسرش في الاعلان بتاعك، لان الكيلو فعلا يفرق معاك. وغير كده وكده ان الفيكتور الكواليتي بتاعتها كويسة جدا. استعمل الفونتات البسيطة لما بتعمل أي إعلان بكتابة. الفونتات اللي بتحطها جوه الإعلان بتاعك تكون بسيطة، يعني زي الأريال مثلا، زي الأريال اللي موجود على جميع الكمبيوترز، يعني موجود على الأبل، موجود على الويندوز، مش هيعمل معاك مشاكل. طيب ليه بسيطة؟ علشان أنا لو اخترت فونت مش موجود، او فونت مثلا زي اللي انا مستخدمه فوق ده اللي هو كاتب بيه نصائح هامه جدا لعمل اعلانات بالفلاش، الفونت ده لازم اعمله امبيد داخل ملف الفلاش. طالما عملت له امبيد رايس، يبقى الاعلان بتاعك حجمه كبر، ممكن يكبر 10 كيلو في الفونت ده بس، او 15 كيلو في الفونت ده بس. طريقتين، يا تستعمل فونت بسيط، يا اما تشتغل بخاصيه التي ال اف تكست، اللي هي تكست لاي اوت فريم ورك، وبعدين تحولها لمين؟ لفيكتور. هتنزل معاك المساحة جدا، ومش هيبقى في أي مشاكل. التحميل المنفرد للصور والملفات الكبيرة، عندك صور حجمها كبير اتفرضت عليك، عندك
ملف، اي ملف في الاعلان لازم هيطلع كبير، حط عليه لوحده البري لودر، حط عليه لوحده البري لودر. لو انت دخلت الوسيط فيديو دوت كوم هتبص تلاقي فوق خالص على اليمين لوجو، وبعدين بيظهر لك عادي هو فلاش، وبعدين في بريلودر كده بيظهر لك جنب اللوجو، هو كله فلاش بس حتة اللوجو بقى فيها مربع كده بيلف 3D. المربع ده تقيل، بيعتمد على ان في كذا صورة بتيجي ورا بعضها عشان يظهر لك 3D، فالمربع ده نفسه تقيل. تبص تلاقي في بريلودر على المربع بس، انما بقية اللوجو برضو فلاش بس ظاهر عادي. يبقى وضحت الفكرة، صورة كبيرة حط عليها لوحدها بريلودر بحيث ان المحتوى يظهر والصورة دي بس تبين للمشاهد ان في هنا حاجة بتتحمل، بحيث ان الملف ما يتأخرش كله في الظهور ويظهر معاك عادي. محتوى واضح وبارز، المحتوى بتاعك لازم يكون واضح جدا، يعني المشاهد ما فيش حاجة مبهمة، ما فيش حاجة غريبة، ما فيش حاجة من غير معنى، لا يبقى واضح المحتوى بتاعك، الصورة دي موضحة كذا، الكلام ده موضح كذا. ويا ريت ولازم كمان، مش يا ريت، تحط كليك هير لو انت عايزه يدوس او يضغط على الاعلان بتاعك عشان يوديه على الموقع او عشان يشغل فيديو او يشغل جيمز او يعمل اي حاجة، لازم تكتب كليك هير، تطلب منه الكلام ده. لو انت مجرد حاطط الامر بتاعك بالرول اوفر او رول اوت على الماوس، اكتب له رول اوفر، او مثلا حرك الماوس على الاعلان، او اي كلمه لازم يكون في لغه بينك وبين المشاهد عشان يقدر يتفاعل مع الاعلان بتاعك ويحقق الهدف منه. وضح طلبك من المشاهد، لا لسه تقريبا قايلها، لازم تقول له يعمل ايه وبعدين يعمل ايه. يعني مثلا اول ما بيشتغل اعلان بيبتدي يشتغل عادي، وبعدين تقول له كليك هير، اول ما بيشتغل فبيضغط كليك هير بتبص تلاقيه شغله مثلا يعني فيديو، والفيديو شغال جوه، تبص تلاقي مثلا ظاهر لك مثلا يقول لك ايه، طب اضغط هنا، تروح ضاغط في زرار ريبلاي، تروح ضاغط على ريبلاي مثلا، يكون فاهمني. يعني هي دي النظريه في الموضوع، انك تطلب من المشاهد دايما، اعمل انتر اكتيف دي بينك وبين المشاهد في اي حاجه بتعملها في الاعلانات بالذات. ليه؟ عشان الاعلان مش كتير بيبصوا له، بيهتموا دايما بالمحتوى، فعشان المشاهد بتاعك يقدر يهتم بالاعلان بتاعك لازم يشوفه، وعشان لازم يشوفه لازم تعمل نوع من التفاعل بينك وبينه. استخدم الحدود، انت شايف السلايد اللي انا اللي حاططها دي حواليها بوردر ابيض، في بوردر ابيض حواليها هنا اهو، البوردر ده ضروري قوي، ويا ريت احسن كتير يبقى حوالين دايما اعلاناتك. اي اعلان بالفلاش البوردر هيكون مساحته 1 او 2 بيكسل يكفي وهيبقى كويس اوي، ويكون باللونه باللون الاسود او الابيض. دايما خلي فيه هوت سبوت. يعني ايه هوت سبوت؟ الناس اللي مش عارفة هوت سبوت ده، يعني لما بتيجي مثلا تروح على الاعلان بالماوس تبص تلاقي في لون كده، او حتة معينة فيها لون، او مثلا صورة معينة بتنور، بتنور وبتطفي، كلام معين بينور ويطفي بلون معين احمر مثلا، فاهمني. الهوت سبوتس دي بيدي للاعلان شكل كويس، وبيدي معاه تفاعل للعين كويس جدا. الحفاظ على درجة التفاعل مع المشاهد اللي انا اتكلمت فيه، بس بطريقة يعني محددة شوية في النقطة دي، دايما تفاعل، دايما خلي الاعلان بتاعك متفاعل مع المشاهد، دايما حاول الانيميشن بتاعك يكون مريح للعين، ما يكونش فيه تضارب في سرعة الانيميشن. موضوع التفاعل لازم يكون فيه زراير، لازم يكون فيه حاجة يبدأ يحملها المشاهد مع الاعلان عشان يبدأ يتفاعل معاه كويس. لازم وجود زر الاغلاق في الاكسباند بانرز. بنلاقي في المواقع الكبيرة بانر كده لما بتروح عليه بتضغط عليه او بتروح عليه بس بيكبر، دي الاكسباند بانر. النوع ده لازم تحط فيه زرار للاغلاق. ليه؟ افرض هو اكسباند، عمل اكسباند وبعدين ظهر لك المحتوى، وهو كده كده لما عمل اكسباند غطى على مين، او خفى اللي وراه المحتوى، ان كان كلام او مقال او الكلام ده، فما ينفعش يظهر بالشكل ده ويخفي المحتوى، لازم يكون في الزرار اللي هو اغلاق. وزرار الاغلاق ده لازم يكون اعلى جميع محتويات الاعلان، يعني ما تجيش تكتبه لي كده وتحطه لي مثلا وتظهر لك حاجه فوقيه تروح مخبياه،
تيجي انا يدوس على زرار الاغلاق ده، ما يقول لي لا او ما يظهرش معايا. وفي بعض المواقع او معظم المواقع الكبيره بتشترط وجود زرار الاغلاق في البانر او في البانرات عموما. يعني لازم يكون في علاقه بين الاكسباند والكولابس. لما بعمل اكسباند بلر بيفرد معايا بمساحه مثلا تقريبا مساحه البانر 3 مرات، مساحه البانر 3 مرات يفرد معايا ما يزيدش عن كده، بحيث انه يديني مساحه كويسه. لما باجي بقى بشيل الماوس من عليه مثلا، او بضغط يكون عندي ايقونه كده اسمها كولابس او دمج او اي حاجه بالعربي، شوف انت بالعربي اسمها ايه، بحيث ان البانر يرجع مكانه تاني. لازم الاتنين دول، زرار الاغراق وزرار انه يرجع مكانه بالحجم الطبيعي تاني، سواء كان انك تشيل الماوس يتعمل اوتوماتيك او انك تضغط على حاجه معينه زرار معين يرجع لك البانر بحجمه الطبيعي تاني. لازم تتاكد ان كان انت حاطط اصوات او فيديوهات في البانر بتاعك، لازم تتأكد ان في كل عملية من ايقاف جميع الاصوات والفيديوهات. يعني دايما بنلاقي في المواقع الكبيرة بانرات بروفيشنال قوي، البانرات البروفيشنال دي بتبص تلاقي فيها اصوات وفيها مثلا فيديوهات او نوع من او فيديو او اتنين او تلاتة. بتبص تلاقي ايه؟ بتبص تلاقي انت لما تضغط على فيديو بيلون لك فيديو، وبعدين في فيديو تاني عبارة عن مثلا لينك كده تضغط عليه بيروح مدخلك على فيديو تاني. ما ينفعش الفيديو التاني يشتغل والفيديو الاولاني شغال. فاتأكد من الاكشن سكريبت بتاعتك ومن الاصوات والفيديوهات بتاعتك انها ما تخشش في بعضها. دايما اتأكد من الحتة دي كويس قوي وخد بالك منها. وهيكون الكورس ده ان شاء الله في اعلانات، في كورس جديد نازل ان شاء الله باسم جي اف اكس اكاديمي، وهو الاعلانات داخل الفلاش والكلام ده كله احنا متكلمين فيه باستفاضه شديده جدا جدا جدا. وسعر الكورس في متناول الجميل، تقريبا $50 مش حاجه. يعني ايجاد الحلول والتحسين الدائم. خلصت البانر بتاعك، خلصت الاوبتمايزيشن، خلصت كله، لازم تعمل تيست واتنين وتلاته وتوريه لزمايلك عشان يطلعوا لك اي حاجه انتقاد بناء. يعني دايما بننقد نقد بناء، اني اقدر استفيد من النقد ده واني افيد غيري، مش اللي انا انقد نقد هدام. وزي ما الناس بتعمل، ايه يا عم القرف ده، ايه يا عم ده مش حلو، ده مش ما فيش حاجه اسمها مش حلو، كله كويس. بس انا لما باجي بنقد في قسم عرض السعر الذاتيه عندنا في الاكاديميه، هتبص تلاقي فوق كده اعلان كيف تنقد. لا اقصد ممكن يكون في، انا نسيت والله، في قسم عرض الاعمال تلاقي فوق كيف تنقد النقد الايجابي. اقرا الكلام ده كله، ولما تيجي تنقد حد بيبقى النقد بناء. ده بالنسبه للنصايح الهامه جدا في عمل اعلانات بالفلاش. في نصايح هامه جدا بقى لاستخدام الفيديوهات داخل الاعلانات بالفلاش. انا عمال اتكلم عن الفيديو على فكره، انت لو لاحظت عمال اتكلم عن الفيديو. طب لو انت عايز تحط فيديوهات داخل الاعلان بتاعك تعمل ايه بقى؟ اقول لك اول حاجه لازم يكون الفيديو ليه هدف، مش مجرد انت تحط يعني حاجه حلوه كده وبتاع وتحط فيديو داخل الاعلان بتاعك وعملت واد بقى عمل الحاجه اللي محدش عملها. ما ينفعش خالص. خد بالك ان الفيديو بالذات ليه مشاكله. يعني الناس اللي عندها انترنت بطيء هيعمل معاه مشاكل، فلازم يكون الفيديو واضح الهدف وقصير ويوضح لك الهدف منه على طول باقصر الطرق. يعني ما تعمليش فيديو دقيقه، لا. ده على حسب برضو القواعد بتاعت الناشر. في ناس بتطلب، ودي النقطة اللي بعد كده، في ناس بتطلب متطلبات شوية عشان بس ما يديكش انطباع سيء للمشاهد بتاعك. عندك متطلبات الموقع بقى او التحضير الجيد للفيديو. حضر الفيديو بتاعك كويس، اعمله، خد بالك من الاسبكت ريشيو بتاعه، خد بالك من الابعاد بتاعته الطول والعرض بالنسبة للبانر بتاعك، ظبطها كويس وحضر الفيديو. حط فيه التايتل بتاعك، حط فيه اسم الموقع بتاعك، حط فيه اللي انت عايزه كله، وبعدين ابدأ اعرضه. شروط ومتطلبات الناشر، ان المواقع احنا عرفناها، المواقع اللي انا هنشر عليها ليها دايما في الفيديو بالذات رولز جامدة شوية، لان الفيديو طبعا بيعمل لودينج على السيرفر وبيبقى تقيل شوية. ففي ناس بتقول لك مثلا انا اديك لغاية 30 ثانية، في مواقع تانية يقول لك انا هسمح لك لغاية 50 ثانية في العرض بالفيديو، في ناس تانية تقول لك لغاية 20 او 15 ثانية. شوف دايما الشروط والمتطلبات بتاعت الموقع، ان كان فيه يعني الموقع اللي انت هتنشر عليه.
دايما في الفيديو تطلب منه كليك هير، كليك تو بلاي، بليز رول اوت. لو انت تكتب بالعربي بالانجليزي يعني، لو انت بتكتب بالعربي طبعا عرب الكلام ده كله. دايما ادعو المشاهد بتاعك عشان يعمل حاجة داخل الاعلان بتاعك او داخل الفيديو بتاعك. اوكي، طبعا كل ده من طريق اللي انت بتحط زرار بالاكشن سكريبت والكلام ده، والكلام ده مفهوم جدا للديفلوبرز او للمستخدمين الفلاش. حط ألفة دايما بين المشاهد والفيديو، بمعنى الفيديو شغال بتاعك تقوم تحط كيو بوينتس. الكلام اللي انا بقوله مفهوم بالنسبة لمستخدمين الفلاش. يعني ايه كيو بوينتس؟ بعد عشان الناس اللي بتشوفه مش عارفة تخش المجال وتفهم الموضوع ايه. يعني الفيديو بتاعك شغال وبعدين جيت في لحظة كده راح ظهر لك كلام، كلام مش في الفيديو ده، كلام بره في الفلاش على الاكشن سكريبت. ده اسمها كيو بوينتس، يعني بربط الكلام ده يظهر في اللحظة دي او في الثانية دي. وفي نفس الوقت برضو تبص تلاقي مثلا ظهر لك مربع حواري كده فيه شوية كلام، كان شركة سياحة مثلا ولا حاجة، يظهر لك كلام، وفي وسط الكلام ده في حتة لحظة معينة من الفيديو ظهر لك هايلايت كده او لون على كلام معين. دي اسمها كيو بوينتس، دي بتتعمل بالاكشن سكريبت بالتكامل معاها ومع اللحظه المعينه اللي انت بتحدد له فيها الكلام ده. دي بتديك ايه؟ انتراكتيفيتي كده، وبتديك الفه بينك وبين الفيديو نفسه. دايما انتهي بقوه، دايما انتهي بقوه. يعني ايه انتهي بقوه؟ يعني الفيديو بتاعك نفسه وانت اللي انت بتعمله دايما خلي ما يفقدش الحراره بتاعته او ما يفقدش قوته في الاخر. دايما خد بالك يعني الحته دي ناس كتير بتقع فيها، ناس كتير بتقع فيها، بيعمل الفيديو بتاعه وبعدين في الاخر كده بينهيه كده بطريقه ايه، هدي بقى يعني، يخش جامد قوي ويهدى بقى في الفيديو بتاعه. لا، ابدأ بقوه وانتهي بقوه. لو انت جيت قريت عن مثلا فن الالقاء مثلا او اي فن بالنسبه يعتمد على الحوار بين اي حد والجمهور، يمكن انا مهتم بالفن ده شويه عشان انا كمحاضر، دايما بقول لك ايه، الحشو اللي في النص ده الناس ما بتفتكروش، الناس بتفتكر البدايه والنهايه. لو انت حضرت اي سيمينار او اي ندوه او اي درس او شفت اي خطبه او اي درس تعليمي، هتبص تلاقي دايما ان البدايه والنهاية معلقة في دماغك قوي. ولو شكل المحاضر موجود بتلاقي شكله هو اللي بيعلق في دماغك، الكلام كل اللي في النص ما بتفتكروش، او لو افتكرته ما بتفتكرش تفاصيل قوي يعني، الا اذا لو انت بتكتب او لو انت معاك كاميرا بتشوفه مرة واثنين وثلاثة. ده بالنسبة للانتهاء بقوة. وكمان خد بالك ان اللي هيظهر بعد الفيديو ايه، دي نقطة مهمة قوي، بعد الفيديو ما ينتهي هيظهر ايه؟ دايما هيظهر مثلا زرار اسمه ريبلاي كبير، حطه كبير كده وباين. هيظهر ايه؟ هيظهر بعديه صورة ولا هيظهر بعديه لينك الفيديو تاني ولا هيظهر بعديه ايه؟ دايما الحتة دي اهتم بيها جدا. بالنسبة للفيديوهات المتعددة في الاعلان الواحد، ساعات الشركات الكبيرة بتطلب كذا فيديو في الاعلان الواحد. خد بالك لازم يكون الواجهة سهلة، الواجهة سهلة، يعني تعمل البانر بتاعك اكسباند كده مثلا يظهر كبير شوية، يكبر شوية، او لو ما كانش كبير راعي النقطة دي انه يظهر اللينكات واضحة وسهلة والانترفيس بتاعها بسيط، عشان ده عدد فيديوهات الدنيا ما تلخبطش مع المشاهد وما يحسش بالطرف في عينه. مجرد خد بالك ان مجرد ما المشاهد عينيه ما استريحتش في الاعلان بتاعك هيمشي على طول. مجرد يعني تخيل لو حس اللحظة ان الاعلان بتاعك تعب عينيه شوية، كان في الالوان ولا في التنظيم بتاعه ولا الكلام ده، عينيه على طول هتحول على حاجة تانية. خد بالك احنا بنتكلم في لغة العين، خد بالك من النقطة دي كويس قوي. خلي دايما الفيديوهات بتاعتك في شكل صور صغيرة مثلا او في شكل لينكات واضحة، بحيث ان لما اضغط عليه يوديني على الفيديو التاني. خد بالك من الاكشن سكريبت دايما والتربيط بينها وبين الفيديوهات. الفريم ريت بالنسبة للفيديوهات مهم جدا، دايما الفريم ريت لازم يكون موحد بين مين ومين، بين الملف الفلاش والفيديو نفسه. يعني ما تجيش تعمل فريم ريت بتاعك انت شغال على 24 فريم ريت على الفلاش وتيجي تعمل لي الفيديو 30، هيعمل تضارب. وخد بالك ده الموضوع ده هيأثر في ايه، احنا لسه قايلينها دلوقتي، في الكيو بوينتس. هتبص تلاقي انت عملت الكيو بوينتس مثلا عندك
في ثواني معينة داخل الفلاش. هتبص ليه لما يعرض؟ هتبص تلاقي الكيو بوينت راح في حتة تانية، هتلاقي الفيديو بطيء شوية أو سريع شوية. تبص تلاقي الكلام اللي ظاهر أو الهنتات اللي بتظهر على الفيديو ظهرت في ثانية غير اللي أنت عايزها. مهمة جدا بالنسبة للشغل داخل فلاش مع الفيديو. ده كان أهم حاجة حبيت أنوه عليها. الفيديو ده الحقيقة أنا حبيت أعمله ضمن سلسلة حدد هدفك واعرف طريقك، وفي نفس الوقت هيكون المقدمة أو فيديو تسويقي للكورس اللي هينزل جديد أو الكورس الموجود دلوقتي. كنت هحطه اسمه الإعلان بالفلاش أو اسمه أيا يكون بقى، أنا لسه محددتش اسم بالظبط يعني، بس حبيت يكون كإنترو أو مقدمة تسويقية للكورس الجديد إنك إزاي تعمل الإعلانات بالفلاش. أتمنى إني أكون أفدتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من سلسلة حدد هدفك واعرف طريقك مع gfxacademy.net. كان معاكم أخوكم أستاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.